متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. إذن هذا الأسبوع ملخص الأحوال الجوية المتوقعة بعدما تأثرت المملكة بمنخفض جوي صنف بأنه من الدرجة الثانية يومي الجمعة والسبت. يتوقع أن يبدأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من نهار يوم الأحد. يترافق هذا الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة مع امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر خاصة يوم الثلاثاء. سنتحدث بالتفصيل على ما سيسببه هذا المنخفض نهار يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء أيضا، في حين أن هناك مؤشرات على منخفض جوي جديد نهاية هذا الأسبوع يجلب من جديد الأمطار بمشيئة الله تعالى وعودة لبعض الأجواء الباردة في بعض المناطق. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم الأحد، حيث يتوقع أن يطرأ كما ذكرنا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع استقرار عام على الأجواء كنتيجة لتأثر المملكة بامتداد لمرتفع جوي تصل في العاصمة من إلى 16 درجة مئوية، 17 في إربد، 14 في الشراء، 25 في العقبة، 17 في مناطق معان والبادية الجنوبية وفي البادية الشرقية والرويشد، 21 درجة مئوية. ولكن كما نلاحظ في ساعات الليل تبقى درجات الحرارة منخفضة تصل إلى 6 درجات مئوية في العاصمة عمان، وبالتالي أجواء تبقى باردة في ساعات الليل، وربما نستطيع أن نقول أنها شديدة البرودة كونها أبرد بكثير مما عليه الحال وهو معتاد عليه في شهر نيسان. نبدأ أيضا أو نستمر بالأحوال الجوية يوم الاثنين، يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أجواء تقدر تصبح ربيعية لطيفة في معظم المناطق تصل في العاصمة عمان إلى 19 درجة مئوية، كذلك الأمر في إربد، 16 في الشراء، 20 درجة مئوية في معان، وتبقى العقبة فيها الأجواء دافئة للغاية وبعيدة كل البعد عن أي تأثيرات لمنخفضات جوية وتكون 27 درجة مئوية، وتكون في البادية الشرقية 23 درجة مئوية. وكما نلاحظ أجواء مستقرة بشكل عام حتى أن درجات الحرارة في ساعات الليل يتوقع أن ترتفع بشكل لافت. يوم الثلاثاء يتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر. هذا المنخفض الجوي هو منخفض جوي ليس من المنخفضات الباردة، إنما هو يمتد من المنطقة الجنوبية ويسمى في علم الأرصاد بأنه منخفض حراري، بمعنى آخر أنه يعمل على ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية في العاصمة عمان، إلا أن هناك رياح جنوبية قوية يتوقع جنوبية شرقية قوية يتوقع أن تهب على المملكة إبان تأثر لك بهذا المنخفض الجوي، كما أنه يترافق بحالة من عدم الاستقرار الجوي لكنها متركزة في المناطق الجنوبية، بمعنى آخر أن الطقس سيكون ويتحول تدريجيا إلى مغبر في أجزاء واسعة من المملكة مع ساعات ما بعد الظهر يوم الثلاثاء، رياح نشطة وقوية في المناطق الجنوبية، فرصة لبعض الأمطار الرعدية في مناطق جبال الشراوة أيضا مناطق البادية الجنوبية، أجواء مغبرة للغاية في مدينة العقبة وفي العاصمة عمان يتحول الطقس يصبح مغبر خاصة مع ساعات المساء والليل مع ارتفاع لافت في نسبة الغبار في الأجواء. في إربد تكون فرص وصول غبار أضعف مما عليه الحال في باقي المناطق وتكون الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية من المملكة. كما ذكرنا درجة الحرارة في العاصمة عمان 22 درجة مئوية، كذلك الحال في إربد، 18 في جبال الشراء و21 درجة مئوية في البادية الجنوبية، تصل إلى 31 درجة مئوية في العقبة و25 درجة مئوية في مناطق البادية الشرقية. وجب التنبيه بأن طبيعة هذه الأمطار المتوقعة نهار يوم الثلاثاء والمحتملة في أجزاء من البادية الجنوبية تكون غزيرة الطابع ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة، وبالتالي ربما تعمل على جريان الأودية وتشكل السيول في مناطق صحراوية من المملكة. نهار يوم الأربعاء تبقى المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر، أجواء تكون مغبرة في عموم مناطق المملكة كأنها خماسينية، ورغم بأنه ليس الأصل في الأحوال الجوية خماسينية لما ستبدو كأنها أجواء خماسينية، تكون درجة الحرارة 23 درجة مئوية وبالتالي أجواء دافئة في ساعة النهار تصل 32 في العقبة، 20 في جبال الشراء، 21 في البادية الجنوبية، 24 درجة مئوية في إربد، وفي المناطق الشرقية تصل إلى 25 درجة مئوية مع أجواء مغبرة بشكل عام في مختلف مناطق المملكة. مؤشرات على تأثيرات لمنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع المقبل يكون على شكل مقدمة تأثيره شكل مقدمة منخفض جوي نهار يوم الخميس ويزداد تأثيره يوم الجمعة. يوم الخميس رياح نشطة في أغلب المناطق، فرصة الأمطار ضعيفة لكن هذا يأتي في مقدمة تأثير هذا المنخفض الجوي. تصل في العاصمة عمان إلى 23 درجة مئوية درجة الحرارة، 23 في البادية الجنوبية، 32 في العقبة، لكن كما نلاحظ رياح نشطة
أنشطة في أغلب المناطق. مغبرة الأجواء تبقى في المناطق الجنوبية والشرقية، تصل إلى 27 درجة مئوية في المناطق الشرقية، 32 في العقبة، 20 في جبال أشرا، و24 درجة مئوية في مناطق الشمال مثل مدينة إربد، مع رياح نشطة وأجواء مغبرة على فترات. ولكن يوم الجمعة يتوقع أن يبدأ التأثير البارد لهذا المنخفض الجوي، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتهيأ الفرص لهطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. تصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية كحد أقصى في العاصمة عمان، 17 في إربد، 14 في الشراء، 18 في البادية الجنوبية، 28 في العقبة، وتقريبا 24 في المناطق الشرقية. وكما نلاحظ تستمر الرياح النشطة والأتربة والرمال في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، إما أن تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي. دائما ندعوكم إلى متابعتنا عبر منصاتنا المختلفة أو عبر تحميلكم تطبيق طقس العرب، وذلك ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.